اخر شخص تنكسر بيضته راح يفوز معنا مع الاشخاص صهيب بيرفول ركان والجول رجال. طبعا بيرفول عنده اتصال جدا مهم يا جماعه، نحتاج ان يخلص الاتصال حقه. الله اكبر عليك، من وزير سويسرا نفسه متصل عليه، فيحتاج انه يخلص الاتصال هذا. خلص اتصال بيرفول. يا اخي مجازين دخل انا وريان واتصالك يا شيخ. الان كل شخص راح اعطيه بيضه، من اعطيك اياها لازم تحميها. الان واجب عليك تحميها، واجب عليك تحميها، واجب عليك تحميها. يا جماعه عشان اوضحها لكم، كل شخص راح يكون عنده 5 دقائق يحمي البيضه من اي شيء موجود بالفله. راح اسوي عليها 3 اختبارات، واذا صار في تعادل راح اضيف اختبارات زياده. واللي راح يفوز في هذه الحلقه، لانها حلقه خاصه بالنسبه لي، انا راح تتحول له 5000 ريال. تمام، مصاري من بدر غريبة. أول مرة سلسلة البيضة في مصاري. ممتاز. أول شخص راح يبدأ معنا صهيب، الشخص الثاني فيرفول، الشخص الثالث راكان، الشخص الرابع ريان. كل واحد منكم راح يكون معه 5 دقائق يدور. عندنا في السلسلة هذه ما نقول 1 2 3، 1 2 انكسرت. انكسرت، كنت أسقط اللايك أحط لكم لايك بس هادا انكسرت. ايش دخل غرفة لحقتنا؟ يا ابي مخدة، بدي مخدة ثالثة، 3 مخدة. انا ليش دخل غرفة؟ والله شوف هذا الموجود. ما نسمح له. هلا وسهلا فيكم في لعبة FC موبايل، حقبة جديدة ولعبة جديدة من EA مسماها الجديد FC موبايل. مميزاتها الجديدة برضو، أول شيء راح نتكلم عنه عزيزي المتابع واجهة البرنامج. اللاعب فينيسيوس لاعب مدريد واللي صار الآن هو واجهة اللعبة، وبرضو أكيد ما راح ننسى التغييرات اللي صارت في اللوكر روم. تقدر تغير الملابس على كيفك نفس ما هو واضح قدامك. زي ما هو واضح قدامك عزيزي المتابع، الجيم بلاي والتحسينات اللي صايرة كثيرة وكبيرة، وما ودي أحرق عليك بس في أشياء كثير قادمة في لعبة FC موبايل. وهل تتوقع هذا بفلوس؟ لا 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 لا، هذا كله يا جماعة مجانا. نعم نفس ما سمعتوا، مجانا على كل الأجهزة، يعني لو عندك آيفون، لو عندك سامسونج، لو عندك آيباد تقدر تلعب فيه مجانا. طبعا يا جماعة التحديث صار في تاريخ 26/9، يعني الآن صار. الحق يا حبيبي. ونختم الإعلان يا جماعة، موفرين لكم FC موبايل سيرفر بالديسكورد، وموجود فيه أكثر من 38,000 لاعب، يعني راح تحرق اللعبة حرق، معك ناس واجد في الديسكورد يلعبون معك في أي وقت أنت تبغاه. وغير هذا في عندهم فعاليات أسبوعية، وبرضو راح تكون في بطولة قريبة راح يعلنونها في الديسكورد، فالحق، الشيء مجاني ما راح تخسر فيه. بسم الله. 3 مخدات، ليش 3؟ قلت له ليش؟ عشان احط البيضه في النص المخده واغطيها بالمخده الاولى والثانيه، وبعدين شو نعمل؟ نحط لنا شطرطون جوا المخدات. إيه طلعني. لا يا حبيبي، باخذ اغراض من غرفتي وماخذ مخداتي انا. بقي لك 3 دقائق يا اخي. انت ماخذ اغراضي والله صحيح. تكفى، ما اخذ اغراضي يا اخي، ليش اسمح لك تطلع برا الغرفه؟ تكفى، داخل شطرطون ولسه بداخذ كيس. طيب انا ترى ما سمحت لك تاخذ، ما سمحت لك ترى. ما احط قوانين، والله ما احط قوانين، والله قانون شخصي انا، والله قانون. تبي اخذ اشياء ثانيه؟ باخذ، دير بالك. ايوه باقي لك 2 دقيقة ونص. ما يحتاج. تبغى 5000؟ 5000 ريال، ينطح ريال والله، ريال سعودي. خلصت؟ وقف؟ اي انا هذول. بسم الله الرحمن الرحيم، صهيب هو اللي طلب ان نوقف الوقت. الشخص الثاني FRL المعروف لا يعرف. 3 2 1. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الكحول يكسر الذا، احلف. بالله شنو رحت له؟ ولا مو طبيعي، ورب الكعبه مو طبيعيه. وين بيضه اسطوريه؟ الان اول كان عندنا هذا المسار فيه اغراض كثيره، لكن انبنت غرفه هالحين، فصار صعب انك تحط الاغراض هذه. اذكرك دحوم شيء، ترى ماخذ من غرفتنا. اي احسنت، تكفى روح. اليكسا اشغلي اللمبات. اليكسا ضوي اللمبات. ايوه شغالين. هذا مخدة. مخدة، إيه أحسنت، العين بالعين والسن بالسن. أبي شيء يحميها، أنا هذه سلسلتي المفضلة، أنا لازم أفوز فيها. لازم أدور. كم باقي لي؟ كم باقي لي وقت؟ 3 دقائق. 3 دقائق. 3 دقائق؟ إيش بعد باقي؟ إيش أحس ناقص؟ ميكي موسى. حق ميكي موسى. طيب وش تبي؟ أحط البيضة داخل. أيوه. ثم شو تقفلها؟ مزاك؟ لا، أحط البيضة داخل وبعدين أحط المخدات حوالينها، بعدين أسكر الصندوق وأغطيه. لازم تفتحها. إيزي. بس هذا حق ميكي موسى. ألو؟ ميكي موسى؟ خلصت؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة شكرا لكم من أعماق قلبي،
قسم بالله اللي جالسين نسويه الفترة الحالية شيء مو طبيعي، شيء يعجز الواحد عن تخيله. شكرا لكم على دعمكم ووقفتكم معي من بداية مسيرتي باليوتيوب. الآن عندنا فوق 3 مليون مشترك، ويا ربي لك الحمد، حنا نطمح أن نوصل إلى 5 مليون مشترك على نهاية السنة، وبإذن الله مع بعض راح نحقق هذا الهدف. وتعبيرا عن شكري لكم وعلى دعمكم، وهذه الأشياء أقل ما أقدمه لكم عزيزي المشاهد. والله العظيم هذا شيء بسيط 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 مرة. هذول 3 أشخاص، الشخص الأول فاز معنا بلاي ستيشن، والشخص الثاني فاز معنا بآيباد، والشخص الثالث والمحظوظ فاز معنا بفيرتشولي اللي مخلص ومنتهي مقطوع من السوق وماخذينه تهريب من عند المتجر حق بور. فشكرا لكم على دعمكم. لا تنسى عزيزي المتابع انك تشترك وتساعدنا في توصيل وتحقيقنا لهدف 5 مليون قبل نهاية هذه السنة، ونشوف ركان وريان وش راح يسوون معنا. ركان، هذه البيضة حقتك. ايوه. الاول المرحومة ماتت. ايوه يذكرونها. الان جديدة. هذا بدفع عليها من قلبي. والان 5000 يا ركان. فيفو سوى شيء. ايه. قوي وانت شفته. صح. صهيب سوى شيء. ايه. وش راح تسوي؟ أفاجئك. بسم الله مشينا. والله دار اني بديت الوقت. ايه اقراك اقراك ما عاد تمشي. توقعت بروح الغرفة، قلت الغرفة هذه قلب فزار. لا 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 دانوب دانوب الغرفة صارت حقتنا. لا 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 المنطقة المهجورة. ايوه المنطقة المهجورة هذه فيها اشياء كثيرة. يا ساتر ركان وش جالس تسوي؟ قاعد ادور على شيء. في شيء قاعد ادور له ماني محصله. باقي ركان بالضبط اللي مر معك دقيقة وعشرين ثانية. طيب أنا أوريك. هذا حرام حرام ذا. أول الخارجين من الموضوع. تعرفين ده والله تجي. والله ناظر رب الكعبة ناظر. ها خليني أشوف يدك. وش في يدي؟ خليني أشوف يدك. وش في يدي؟ خليني أشوفها. من البداية من قبل لا نبدأ الاختبار الآدمي كسر البيضة. ما تحسب يا أخي. دقيقة دقيقة الحين هم كيف استخدموا بيضة وشالوا أغراض؟ وشلون؟ حنا شايلين اللي جوا البيضة عشان النعمة. لا 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 اقصد هم كيف ما كذا وشلون حنا شايلين. انا شايل طيب انا شايل ما انكسرت بشكل كامل. اللي منكسره كيف انكسرت؟ انت ماسكها وتاخذ الاغراض وضغطت عليها. طيب انا انكسرتها ما تحسب. الا مو الاختبارات اللي كسرتها. ايه والحمد لله انه ما في. شوف اهم شيء انه شوف هذا شايلين عشان النعمه ترى. لا تقول لنا احنا اللي كاسرين لك. لا شايلين النعمه اللي جواها. ركان والله العظيم تبغى محاوله ثانيه؟ ايوه. طيب اصبر تعال راح اوري الشباب. ركان انكسرت البيضة حقته. انكسرت وانت جالس تجمع. هل تسمحون الركان ياخذ محاولة ثانية؟ كيف طاحت؟ كيف طاحت؟ نعم مو طاحت، ماسكها بيده في غصها. شباب هامك كسرها بنفسه. كسرها بنفسه. يعني بيتك انكسرت؟ في عندنا بيضة مكسورة. ايه حقت ركان. ايه هل تسمحون ركان اجيب له بيضة ثانية يلعب فيها ويشارك معكم، او لا يطلع برا المنافسة؟ لا يشارك معنا. مسموح 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 كله مسموح. المرة دي بس. I love you. I love you. الآن بقول لكم إياها. أي أحد راح تنكسر البيضة حقته في أي لحظة من اللحظات ما راح أسوي هذا الإجتماع. طيب ركان بيضتك الجديدة مع الوقت اللي الوقت موقفين عليه. بدأ الوقت يعني؟ بدينا. يا أخي ودي أروح الصالة. ودي أروح الصالة. تروح صالة؟ إي إي. كم الوقت؟ بقي لك دقيقة و35 ثانية. دقيقة و35 ثانية. يلا. أنا عندي شيء اللي قلت لك أدور له. أيوه. هذا هو حصل. هذا حبيبي. هذا حبيبي. هذا اللي راح يحمي الرجل الذي سوف يحمي بيضتي بإذن الله. أبا أحطها ذوة في كرثته يحميها بإذن الله كل ما أوتي من قوة. واثق فيه. واثق فيه. هذا صديق الجديد. صادق والله. إيش نسميه؟ أنا أقول هم يسمونه في الكومنتات. هذا جلوري. والله. إيه والله. خلاص نسميه جلوري. يلا ليتس جو. يلا ليتس جو. والآن مع الشخص المعروف بأفضل لاعب في جميع ألعاب الرياضات الإلكترونية، جميع ألعاب الحياة الواقعية، لقب GOAT. عزيزي المشاهد رحب معي مع الشخص The One and Only ريان. وش إيش؟ خلاص فزت. طيب خصم 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 خصم. وش يخصم؟ تخصم عليه وقت. خلاص تحدي أو أعطى عقاب. أعطي عقاب؟ إيه ضربني. من حقك تضربه. أضربه؟ من حقك والله. إيش هذا حطينا عنكبوت هنا ليه؟ طيب يلا يا أخي دحوم يهبل في المقطع ذا ولا إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم بنستعين. شيله شيله دحوم شفتك بحطه هنا. شوف شوف وين بعد دحوم. ما بغطي بغط اكسرها بغط احفظها بغط احفظها. طيب اول شيء ستاردون حلو. ايوه صح ما قلت اللقب هذا نسيته. شفت اني صرت الرابع. هذه فرصه اني افكر. اي فكرت انت زليت يا والله والله اني زليت. بسم الله ما اعطيتهم فرصه. يلا بسم الله ليتس جو.
ابغى اخذ يا بدر ابي كوب. السلام عليكم، هنا المطبخ يا عزيزي المتابع. جالسين نقطع طماط وبصل حلو وخيار وفي طماط هنا، وبرضو الان هذا قدر الضغط. هنا عزيزي المتابع هنا في كبسه دجاج، كبسه على طريق اصول هنديه ومع اللي يسمونه مشكل خضار، هذه على طريقه لبنانيه. فبسم الله الرحمن الرحيم، باقي الركان ريان دقيقه وبعدين الغطا هذا حقه. تعالوا معي اوريكم، انا راح اصدمكم صدقني يا بدر، راح اصدم الجميع. افا ريحه شمس. ريحه شمس؟ شو ريحه شمس؟ ما ادري. شوف وجهه مصدوم. تكفين الله يرحم امك. دقيقه انكسرت؟ لا والله الا والله ما انكسرت. والله الفكره يا جماعه توزع مجانا ولا تباع، بعطيها بشطرطون وحركات. وش انا ملك العالي كيو العالي؟ بسم بالله مو طبيعي. سبعه خلص، سته خلص، وقفنا الوقت. كان بقي له 5 ثواني وقفنا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الان لكل شخص دقيقه واحده انه يركب الاغراض حقته، ونشوف وش التخطيط وش الاستراتيجيه لكل شخص. واول واحد نبدا معه الشخص هذا اللي نايم مع الاغراض هذا. ايش حبيبي؟ طيح بتطيح البيض، بتطيح بتطيح بتطيح، تنكسر مره ثانيه، تنكسر مره ثانيه. ركات بسم الله، بجهز الان تايمر. الجميع يبدا، الجميع كم يبدأ. عندنا وقت دقيقه واحده. كل ما باز نبدا دقيقه واحده، ما باز نبدا الوقت الان. الجميع يبدا. طبعا معلومه، بعد كل اختبار راح نشوف الغرض حقك هل هو انكسر او لا. لازم تطلع لنا ولازم يكون سليم الغرض. ممتاز ريان، انت وش الحركه الاستراتيجيه اللي معك؟ الاستراتيجيه انك وش بتسوي؟ الجقر السحري. ممتاز، مشروب الجقر هذا. صهيب انت ايش بتسوي؟ انا فتحت المخده، ضغطت البيضه جوا. الو وش دا اعمل همبرجر. تعرف الهمبرجر؟ حلو، انه احط المخده هذه، افلها، اجيب المخده هذه هون تحت، وهذه كمان فوقها، واربطهم كلهم مع بعض. تصير بيضه وين؟ في الوسط. ممتاز. لازم تعرف شيء صهيب، إيه؟ كل شوي لازم نطلع لنا الذا. عادي عادي. 15 ثانيه، 10 ثواني، 5 ثواني، 3 2 1 انتهى الوقت. ايش؟ اربط، طيح اكسره. يلا طيح اكسره. خلصوا العيال، وقف. خلصتوا؟ ايش؟ خلصتوا؟ ما خلص. بحط 30 ثانية إضافية، 30 ثانية إضافية. والله اني حطيت وقت زيادة على الوقت الطبيعي. والله ما يفتح. والله حطيت وقت زيادة. ما يستخدمه! ما يستخدم الشطرطان! والله دحوم، أعطيت وقت والله طويل. ممنوع. يا أخي مو يا أخي ما يفتح، شوف هذا جاهز حقه. أبي أشيل. ايش؟ ليش جالس؟ خلصت الماية. هاي ما تحتاجها يعني. جيب أنت، ممنوع تمسكه. أني ماسكه. جيب الشطرطان الأصفر. ممنوع. لك تخسر. ماني مستحيل. خل اجرب. يلا اجرب اول بينا. اجرب. ايش فيك؟ كلها من الشمس صمغ. اول اختبار راح يكون اختبار السقوط، راح امسك المنتج اللي بناه الشخص وراح اذبه سقوط عادي. الاختبار الثاني راح يكون من مسافه مرتفعه اكثر. الاختبار الثالث راح يكون من اعلى منطقه بالفله من السطح. فهذه الاختبارات الثلاثه، في حال التعادل راح نضيف اختبار رابع، وراح يكون اختبار جدا جدا مميت وجدا قاتل. بسم الله الرحمن الرحيم، صهيب جاهز ان نستخدم؟ جاهز. روح. بسم الله الرحمن الرحيم. وش المخده ثقيله؟ 3 2 1 بسم الله الرحمن الرحيم. روح على جنب وفكها ورينا اياها. الشخص الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1 إذا تتوقع إنه بتنكسر اضغط اشتراك، إذا لا اضغط لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله. أوبا. لا. أحد افتحها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كيف. والله ما هو ثقيل يا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. بشوش عليه. بشوش عليه. يلا 3 2 1. يا عمري. طيب قبل ما نبدأ، مين افضل شكل قبل المرحوم؟ والله ما يبغى لها مقارنه. اوف رب الكعبه، وين اقسم بالله العظيم شيء. اكسرها هو بكل فخر. اكسرها يا ولد. وش الشكل؟ اقول لك الجقر السحري. تبقى البيضه الحالة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وين؟ استمي رب الكعبه. استمي لو شوف تحيز. دقيقه ما في تحيز كذا بدر كذا. انت بتشان كسر عنهم ولا ايش؟ هد اصبر. وش صادق تحت شايلهم كلهم كذا، شايلهم. صادق والله، صادق والله. لا تعمل ذراعك، ما تعمل هيك. ايوه من ذراعك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1. يا اخي نسوي جبته. خلنا نشوف. هنا البيض الظاهر. اي والله، اي والله جاه ارتداد. بيضة صهيب. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت افتح ورينا. المكان هون. وري الكاميرا عشان اعلمكم شلون اقرا صهيب. 3 2 1. شوف حط لايك.
والمعدة عايشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشخص الثاني فيرفل ورنه. آها بيضته يا جماعة سليمة 100%. عطونا كوكب بس زبدية 100% سليمة. بيضتي بسم الله أمسك رجعها. الشخص الثاني ضيعتها. الشخص الثالث أكلها. ياس أوبا نظيفة 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 مرة. الشخص الرابع الشخص اللي بعاني بعاني عليه عليه. طيب اسمعوا، إذا فزت في هذه المرحلة راح أغير اسمه إلى المعجزة. هذه إلى المعجزة؟ إذا ما انكسرت مكسورة. السر أنت يا أخي، والله كأنها عايشة صح؟ ها؟ عايشة عايشة. لا مكسورة. ايش مكسور؟ طلعها لنا. مكسور هذا حطه على الزوز. ايش مكسور؟ عطني ها؟ ها؟ عايشة. خل نشوف. طيب قربها طلعها كاملة كاملة. عايشة كاملة كاملة كاملة. خل نشوفها كاملة. لا تمسكها احكي. لا ايوه. هي مشقوة أو رايحة من النص. مشقوقة هذا بس يمكن البيضة نفسها. لا نصها رايح. يا أخي هي رايحة نصها. عايشة أنا شوف. لا ميتة والله. ها. يا أخي والله أنها ها عايشة. هي مكسورة شوف شوف. لا. اسمها إيه؟ لا. يا أخي طلعها بيدك. الله أكبر. حتى أخذها تراب. حتى تراب دخل فيها. عايشة. ها؟ لا شيء نقول عين. إيش؟ أنا شفنا عايشة. شلون عايشة؟ عايشة. خلاص؟ اصبر بدل الجيم اوفر. عندنا كلمه ثانيه بسرعه. لا 3 2 انكسرت المسكين. صار دعم ورب الكعبه. والله هو انت صادق كسرها بس انها طلعت والله قبل. انت المفروض تحميها. تذكر ايام يمكن نتكلم عن فيزياء صح؟ انت شلون في معتقل مخك زين في النص هنا ساكن في الفندق اللي يجي انا اعرف انك ما تتوقع ان الرمل بيسوي ضغط على هو الاي كيو حقه يعني فاز توقعاته يعني وصلت فوق التوقعات فما زبطت المعادله. ابى اسوي معادله جديده في عالم الفيزياء. الله بس لم تزبط معنا يا جماعه. اول شخص طلع معنا في هذا الحلقه ريان. ابشر بي ريان والله العظيم. والله انت ابشر بالعوض والله العظيم يا ريان مسكينه. نفس الوقت نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بدنا الاختبار الثاني. أعزائي سادتي المستمعين، الاختبار الثاني راح ننتقل الى مسافه اعلى من عند الدرج فوق ونشوف هل باقي الاشخاص راح يفوزون معنا في هذا الاختبار الثاني او لا. الاختبار الثاني من المسافه حالي راح نبدا مع اول شخص. صهيب تذبها لازم تطيح في الابيض ما تطيح على الدرج. في الاسود لا تطيح على الابيض ما تطيح على الدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1 لا لا تطيح والله قاعد امسك عشان ما تطيح. 3 2 1 أوه. الصوت سمعت ايش عملت شيء الصوت قال طقك. انزل انزل صهيب صوت قال طقك. انزل 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 صهيب. روح شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 نذبح. رمى عليها والله اسمع الصوت. اذا انت رجال تعرفه يلا. ما رميت عليها. شوف وين راحت يا حمار. لا طبقت هون وطبقت لا ما طبقت هون. طيب الشخص الثالث ركان لازم تطيح على ابيض ترى لو طاحت على اسود راح تعيدها. طيب اول شيء السلام عليكم. ايوه معاكم الفايز في المقطع. وخر صهيب والله العظيم. انت مستريح. 3 2 1 دب. يا قبري قبري ما في صوت. دب دومي دب دومي دب دومي صهيب دب دومي دب دومي. صهيب انت ما لحقت على غرضك. صهيب انت ما لحقت على غرضك. كان والله العظيم ما ودي. طب اصدق اصارحك بشيء. انا اسف بس يا مرماها بيرفل سمعت صوت. انا بعد سمعت صوت. ليش تهولون يا عيال؟ ما قلت عليها. انا سمعت صوت. صوت ليش تهولون؟ انت الان عايش في وهم. هذا انت عايش في وهم. طب اسمعوني يا عيال هذه منافسه والمنافسه عليها 5000 ريال. صادق قسم بالله المنافسه عليها 5000 ريال. لازم تعرف. انا صهيب اذا انا طيحت على حاجه بعترف لك. مستحيل اكذب عليك. انت الان تعرف كيف يرفعون ضغطك. خلصوا من ريال جاء دورهم. انا فيزيائيا لو سقعت في حقتك كانت راحت سيدا ولا كانت طاحت جنبك. شوف وين راحت. راحت سيدا. لا لانها سقعت هنا بعدين راحت هنا. ها يمكن صادق يمكن يمكن صادق يمكن. يا اخي المايك كل شوي يسوي كذا على ورا. ليش؟ يمكن صادق يمكن كذاب. غير موضوع. اوكي يمكن صادق يمكن كذاب. انا انجننت اضحك لما انجن. ورني انا متذكر المقطع الماضي. ايوه من هون خسرت انا من هذا الراوند. ايوه يخسرت من هذا. اي والمقطع هات كمان ما راح اخسر من الراوند هات. ورني عايشه. شوف عايشة فيها لسه الماء. فيرفل والله عايشة. ركان الصراحة ركان هو المرشح الأول. والله العظيم أنا أحس ركان هو المرشح الأول. هذا كلام يا حوذ الدب ذا اللي ياكل ما يشبع. أي أدخلت ورنة. هذا صديقي عايشة. والآن يا جماعة بما أن الجميع
سليم في الاختبار الثاني راح ننتقل للاختبار الثالث واللي هو من السطح من اعلى نقطه بالفله. راح نشوف هل الادوات حقت الثلاث حقت الشباب الثلاثه راح تحميهم من اعلى مسافه بالفله او لا. فلت جو خشوا 3 2 1 ارمي. عادي صبر والله عادي والله. اصبر هذا غرض شوي ابي اخذه. لا 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 يجي فوق البوكس بعدين. خله 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 بالله لا ترمي على البوكس. ارمي يمين يمين يسار اي مكان ارمي علي. يلا يلا لا ترمي على علي ارمي. 2 1 اه واه يا الصوت سمعت الصوت. صبر 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 دبدوبي. الشخص الثالث 3 شوي 2 1 يا حمار يا ترمي حاجة ترميش صوت هوا هوا دبدوبي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نشوف صهيب. اول شيء هيه الكرتون انكسر. الكرتون يا جماعه انكسر. شوف بنت عايشه ولك لا عايشه عايشه رب الكعبه يا عيال المخدات يا ها لقيتها عايشه. كفو خويي كفو كفك 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 الله عايشه. طيب يا جماعه الان بما اننا وصلنا الى ان الثلاثه كلهم تعدوا الاختبارات الثلاث فالان راح ننتقل للاختبار الرابع وراح يكون اختبار مصيري وقوي. راح يكون معنا في هذه الحلقه لازم فايز واحد ما راح يكون فايزين مستحيل. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه الاختبار الرابع راح يكون بكل بساطه كل شخص راح يذب غرض الشخص الثاني بالطريقه اللي يبغاها وبالمسافه اللي يبغاها. في حال كان في تعادل راح يكون في اختبار خامس وراح يكون الشخص يحق له يستخدم اي اداه اوبا على الغرض حقك. ممتاز ممتاز. في حال التعادل هذا الشخص الاول راح يذب غرض الشخص الثاني، الشخص الثاني راح يذب غرض الشخص الثالث، الشخص الثالث راح يذب غرض الشخص الاول. يعني انت امسك اللي بيذب غرضك راكان، اللي بيذب غرض فيرفل صهيب، اللي بيذب غرض راكان يلا بسم الله الرحمن الرحيم. صهيب انت راح تذب غرض مين؟ لحوم فيرفل. بسم الله خذ غرض فيرفل وذبه. 3 2 1 والله ضربه جدا ضعيفه يا شيخ. الله يسعد ابوك. لا طلعها. صبر صبر الغرض الثاني انا فيرفل. صح ايه تذب هو اللي دقيقه دقيقه هو اللي بذبه. اقسم بالله يا ابو نوح لو سوى حركه غلط اني لا اضرب معه. وايش الحركه ذي؟ بسرعه اضربي ارمي. صح ارمي بسرعه اخلص. صح ايه يا اخي اصبر يقدر يسوي اللي يبغى. ايوه ارمي بسرعه. طيب ارمي بسرعه. لا 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 صقع في الارض. خلاص لا لا خلاص اوس ولا كلمه يا عيال. مو طبيعي هذا ما ينظر. هذا اكبر غش. هذا اكبر غش في المقطع. ايوه وش قلت لك؟ ما قلت لك بهذا راح استهين فيهم لا ويغبرون كلهم. شفت شلون؟ ايوه دبدوبي حبيبي. 3 2 1 بسم الله. والله بقوه. والله ابو كل والله بقوه. والله كل ما اجي من قوه الان. هذا مو هذا قرار. هذا قرار من عندي. اوكي راح اضيف شيء زياده. حلو ما راح نفتح الكراتين الان. تكفى قول اللي في بالي. ايه راح فيرفل تذب حقت صهيب. ايه ركان راح تذب حقت فيرفل. ياس صهيب راح تذب حقت ركان. ابشر في حال انك طقطقت كويس راح يكون في عقاب. طيب في شيء انت قلته استخدام اي اداه. اي هذا اللي بعده. اللي بعده هو الان. لاحق عليه لاحق. انا اوريك الان. انا فيرفل بس 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 والله ضربت بقوة. الدبدوب الوحش ركان باقي حقت فيرفل ذبها. وش فيه والله حاقد مرة. ورب الكعبة لا تشوف. لا 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 تفكها. يا وقف وقف سوف تشوفون والله انها اعظم رمية في التاريخ. 3 2 1 بسم الله. يا ساتر تفتفتت تفتفتت. الشخص الاول راح نشوفه صهيب. بسم الله الرحمن الرحيم. عايشه البيضه سليمه. عايشه فيرفل. الشخص الثاني خلينا نشوف. البيضه سليمه راكان. الشخص الثالث حركات الاستهبال سرعه. 3 2 1 متى والله البيضه يا دبدوبي. البيضه هذا صديقي. تعال ادفنها تعال ادفنها. انفر بيضتك ادفنها.
الآن مع الاختبار الخامس، باقي معنا شخصين، واحد منكم راح يفوز ب5000 ريال، يا فيرفل يا صهيب. الآن كل واحد منكم راح يكون معه 30 ثانية فقط، كويس؟ بدي دقيقة. 30 ثانية. دقيقة. راح تسوي طقة واحدة على الغرض 30 ثانية. بالغرض. 30 ثانية. أبي أشوف. ما في مطارك. 8. 9. أبي مطرقة. 10. 11. 12. 13. هادي. 30 ثانية. شوف. بس. 3. 2. 1. بسم الله. يا رب انصرني وربحني 5000 ريال سعودي. بس خلاص بس بس سليمة. والله سليمة. عادي عادي سليمة. طب يلا مرة واحدة. مرة بشي. مرة واحدة الدحوم وضربة واحدة. يلا يلا يلا. 1 2 3 خلص. قوم بس خلص. ما انكسرت. مستحيل تنكسر. حميتها بالمخدتين وعملت حركة ذكية، ما حطيت البيضة بالنص، حطيتها على التلفوني. وينها؟ عايشة. كانت بالنص. جاه وغيرها. الآن نفس الجولة، كل شخص عنده 30 ثانية، هل تبغى على نفس الغرض صهيب؟ بنفع؟ لا، تغير. عندك 30 ثانية. وأنت غرض ثاني صح؟ مختلف. لا لا، يمديك على نفس الغرض. تبغى نفس الغرض ولا لا؟ لا لا. بدينا الوقت، صهيب راح يبدأ يشوف له غرض ثاني. بدي هذا. أدخلها وطاع. هذا بس الغرض؟ إيه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. صهيب، يلا جاهز؟ إيه. 3 2 1 سمعت الصوت؟ بس إيه بس شلها. طلع. يلا مرة واحدة. طيب. مش يمشي ماشي. بس صبر. لا بمشي نفس الشيء. 3. طيب يلا 2 1 ابدأ. أمشي دحوم. يلا. طيب بقول شيء، في حال أنه انكسرت البيضتين حقتكم كل واحد منكم 2500. 2500. ايه. ما بيعرف اني حطيته كمان مرة على الطرف الزاوية. مشي هم بالنص. حلو. سليمة. خلينا نشوف. وين سليم؟ تبتلون انتم. طيب يا جماعة الآن أنا اللي بسوي الاختبار الثالث، كل واحد جهزوا صناديقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه هذه انكسرت، انا سمعت صوتها. صبر، ما خلصت، ما خلصت. وشو؟ ما خلصت. بيسوي نفس اللي بيسويه في صندوق، بيكفخ من صندوقي. انكسرت، خلاص. يلا. شوف يلا طلع. لا لسه دورك. يلا. اوه اوه حراسي. بسم الله سلامتك سلامتك. خذ، تبي هذا ولا ارمها بعد؟ عشان ما يزعلك سويت اكثر من مره. تبي ترمي؟ لا. تبي مطرقه؟ لا. هذه ايه. ايوه. يا الله لا تكفل. لا سمعت صوت. لا تروح زوايا. صوت الزئ. هذا صوت الزئ. ان كانوا التنتين مكسورين ايه؟ زي ما حكى بدر النص بالنص. ايه؟ يلا اذا كانوا التنتين عايشين النص بالنص. لا موافق. لا اللي ما تنكسر. ليه ما تنكسر؟ شوف طلع. ما ادفع. يا الله ما بتعرف اني حطيتها كمان مره بالزاويه. يلا خلني احطها بزاويه بيدك. زين لقيتها عايشه ورب الكعبة عايشة. أسألك ولا غشيتها؟ ورب الكعبة ما غشيتها. أنا حطيتها جوا، نسيت وين حطيتها. جوا بالمكان بعرفش بالزاوية فوق النص. تبت بيضة ثانية يا الحيوان. تبت بيضة ثانية. ياس. أنا جبتها لأني انقهرت. شفتني أنا وين حطيت؟ والله ما شفتك. لا تحلف بدر. والله ما شفتك. والله وأنا قاعد أدخل الأبيض شفته. والله أول مكان ضربته مكان الأبيض. والله ما شفتك. تشهد ولا ما تشهد. الريال ورب الكعبة زي ما حكيت. عجيب. وإلى هنا يا جماعة الفائز معنا صهيب التميمي، أكثر شخص جالس يفوز معنا في مقاطعي. صهيب راح تتحول لك 5000 ريال، والله العظيم إنك تستاهل. أخيرا وليس آخرا، أتمنى أنكم استمتعتوا بالمقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك. طبعا يا جماعة صح. هذا حق الماني هذا. طيب يا جماعة خلاص. حق مين؟ هذا انا موجود بالمتجر. الشخص المقدم سبب. لا 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 لو سمحت هذه مشعورة. لا 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 عادي عادي حبيبي ماني باخذها ما احنا باخذينها. والله مشعورة. تعطيني واحدة مشعورة. كت 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 الآن كل واحد بعطيه بيضة. تفضل. لازم فيها. لا 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 ريلاكس ريلاكس. صوت صوت.